وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق امنه تسمح باعاشه وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده ايه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، ان احنا نساعد القطاع على ان فكره تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لان اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل البيئه، بيئه الحياه في القطاع مستحيله، وبالتالي ده دفع او تهجير قسري بشكل او باخر الى خارج قطاع غزه. وانا اكدت وفي توافق الحقيقه، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الامر، ان انا قلت له ان هذا الامر خطير، وهو اكد لي ان هو لن يسمح ايضا بتهجير قسري خارج القطاع. وهنا ايضا هذا الامر تم تجديده مع اصدقائنا المسؤولين، رئيس دولة اسبانيا ورئيس دولة بلجيكا، على اهمية عدم التهجير القسري الى خارج القطاع. وانا من جانبي في مصر، انا اكدت ده امبارح وبقوله النهارده، ان احنا في مصر لن نسمح بذلك. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده امر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف اللي موجودة في قطاع غزة. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل أمنية زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان، لكن بلادهم موجودة محدش هياخدها. لكن القطاع حاجة، أمر مختلف خالص، وبالتالي ده أمر احنا قلنا ان ده بالنسبة لنا أمر لن نسمح به ولن نقبله، أولا للتهجير القسري أو لتصفية القضية الفلسطينية. وده في توافق دولي وتواجدت تفاهم حقيقي من الأصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم أيضا. إذن المرحلة الآنية أو المرحلة العاجلة اللي احنا بنتكلم فيها هي مرحلة احتواء التصعيد اللي موجود، ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات. وأنا بقول مرة تانية، مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 70-75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية.